هلل يا بدر يا نسمة فريد الأطرش يعتبر الفنان الوحيد للتميز في أفلامه الغنائية بالأوبرتات. أنت يا جنة حبي واشتياقي وجنوني. في كل لحظة هتلاقي في أغنية أم كلثوم جزء من حياتك لازم تسمعها. بلاش العتاب. عبد الحليم مختلف تماما عن كل مطرب يجيبه. محمد عبد الوهاب واحد من ابرز الاسامي المصريه اللي صنعت الاغنيه العربيه في القرن العشرين. وثائقي السبت 10:30 مساء على تان تي في.